السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هلأ اللي كانوا فاتحين المايكس أحدهم المجموعة اعملوا حالكم أوف، اللي هم عادل ومحمد أسامة وجميل. مهند خلص عملنا إحنا هذول التيم الثاني. طيب مين اللي بده يحكي الآن؟ يا حدا بده يتبرع؟ دكتور إحنا نحكي أنا دكتور. مين إحنا؟ أعطيني أسماءكم مرة. محمد وعادل قاسم ومحمد سلام. عادل قاسم، محمد السلامي، مين الثالث؟ محمد مهيدات. محمد مهيدات. طيب أنا بدي أعطي security share screen. دور بس جميل انتظار إذا في مجال دخله. صحيح. طيب مين اللي خلص بيناتكم؟ مين في واحد بينكم هو المسؤول عن تقليب الصفحات؟ طلع اعطيني يا انا محمد السلام. اي عملت شير. خلاص اي مهدات. مين بده يبلش؟ مهدات دكتور. بلش دكتور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب محمد مهيدات وزملائه عادل قاسم محمد السلام. البرزنتيشن تاع اليوم راح يكون عن الهزب ستدي فور الأوليف أويل برودكشن. What is a hazard study? A hazard study, a hazard and operability study, is a structured and systematic examination of a process of operations in order to evaluate or identify problems that represent risk. يعني بنحدد المشاكل اللي بتمثل مخاطر للبرسونيل والإكويبمنت أو البرودكشن، أو إنها بتعمل على الحد من الإفيشنت أوبريشن. بنبدأ بالبايبنج أند إنسترومنتيشن دياجرام. الأوليفز بتدخل على السيبريشن سكشن، بصير لها عملية سيبريشن، بينتج لنا اللي هو ويست، ويست سوليد. الويست سوليد بيكون من الحجارة وأغصان الزيتون والأوراق. بعد ذلك بدخل الأوليفز على الواشنج سكشن. بالواشنج سكشن بتم عملية غسل الزيتون من الغبار. بعد ذلك بدخل الزيتون إلى اللي هو الهامر ميل حتى نعمل عملية كراشنج وميلينج لننتج الأوليف بيست. بعد ذلك بنتقل للأوليف بيست إلى الملكسر. بصير في عملية الملكسيشن حتى أن نعمل حتى أنه يصير في عمليات إنتاج للزيت ونحسن عمليات إنتاج للزيت. نعمل عملية الملكسيشن. عملية الملكسيشن بتتم في درجة حرارة بين 25 إلى 30 سلسيوس. والملكسيشن هي عبارة عن الليميتنج ستيب بالبروسيس كاملة، بتم من بفترة زمنية من 20-50 دقيقة. في عندنا ووتر جاكيت. ووتر جاكيت يعني بكون مشان نحافظ على درجة حرارة الملكسر بين 25-30 سلسيوس. بالإنسترومنتيشنز موجود عندنا اللي هو temperature indicator أو thermometer داخل الملكسر حتى نعرف درجة حرارة داخل الملكسر. ثم بنقل اللي هي أو بعطي إشارة للتمبرتشر ترانسديوسر حتى إنه يعني يعطي إشارة للي هو الفلو كنترولر حتى نتحكم بالدرجة الحرارة. الناتج عن الملكسر بتجه للتو فيز سنترفيوج حتى نعمل سيباريشن للأوليف بيست اللي هو الأويل والبوميس. البنتج اللي هو الأويل البنتج من التو فيز سنترفيوج بتجه للديسك سنترفيوج، بنضيف له وتر، كمية وتر قليلة. بعدها بصير في عملية سيباريشن، بنتج لنا الأويل واللي هو نحطه بستورج تانك وبس. هسه بالريزولتس، انه اخذنا اهم الريزولتس اللي طلعت معنا في الهازوب ستدي حتى انه الوقت ما يعني يكون كافي حتى انه يعني نذكر اهم الاشياء بس. بالسيبريشن سكشن بدخل عندنا اول شيء اللي هو الاوليف.
الاوليفز مع الليفز مع السوليدز بدخلن على الروتيتنج سلندر سيفتر حتى انه نتخلص من اللي هو الاحجار الكبيره بكون حجمها كبير كثير. بعد ذلك بتجه لا اللي هو الفايبريتنج سكرين. الفايبريتنج سكرين بتكون البرفوريشنز للسكرين بيكون اصغر من الاوليفز حتى انه الاحجار الصغيره والبرانشز تنزل لتحت. بعد ذلك بيتجه اللي هو الاوليفز للبلاور حتى انه نتخلص من الليفز بشكل كامل. بعدين الاوليفز بيتجه للواشنج سكشن. سل هاز ستدي فور سيبريشن سكشن. في عندنا اللي هو الديفيشنز هون الباراميتر. الباراميتر اللي هو الفلو اوف بلوينج اير. اذا انه كان ليس الديفيشن تاعه ليس البلاور او الكوز السبب انه البلاور اوبريتس ات لو فلو ريت. الكونسيكونس بصير في عندنا انه not all the leaves are separated يعني مش كل الاوراق بصير لها عمليه separation. كيف نعمل له indication؟ بنعمل له indication عن طريق اللي هو انه الاوبريتور بيشوف مثلا الاوتلت ويست من البلور اذا كان معه يعني كميته قليله او لا, او انه الاوليف الفايت على الوشر هل معه كميه leaves عاليه او لا. الاكشنز اللي بنعملها انه الاوبريت دي بلور ات اي سوتابل فلو ريت. اذا انه كان الفلو اوف بلوينج اير مور دي بلور اوبريتس ات ا هاي فلو ريت بصير في عندنا انه كميات من الاوليفز ممكن تطير مع اللي هو الليفز. لذلك بصير في عندنا يعني عمليات اللي هو ويست للويست للاوليفز. كيف نقدر نشوف هذا الشيء اللي هو من الانديكيتور الاوبريتور كان انديكيتد ان ذا ويست لاين. الاكشن اوبريت ذا بلور ات ا سوتابل فلو ريت. الديفيشن الاخير انه ما يكونش في عندي اللي هو فلو ريت بالمره, بيكون الكوزز البلور از سويتشد اوف. الكونسيكونسز انه ما فيش عندنا سيبريشن بالمره للليفز. البروسيس انديكيشن الاوبريتور كان سي يعني الاوبريتور ممكن يشوف كميات الليفز عاليه في الواشنج سكشن بيكون سببه انه البلور از سويتشد اوف. الاكشن انه نعمل سويتشن اون دي للبلور. وبترككم مع زميلي عادل يكمل الواشنج سكشن. يعطيكم العافيه, معكم عادل قاسم. الان بعد ما انتهت الاوليفز من عمليات الدي ليفينج وازاله الاحجار والبرانشز والمواد الصلبة راح تنتقل على الواشنج سيكشن. زي ما شايفين قدامكم هذا الواشنج سيكشن اللي عملنا عليه الاستدي, بتكون من واشنج بيزن بتجيها ريسايكلد ووتر من ريزيرفوار. هذا الواشنج بيزن بتفوت عليه الأوليفز وبتفوت مع الريسايكلد ووتر اللي جاي من الريزيرفوار. هون بتم عملية الغسيل بداية, في هون بتم دخول اير بده يعمل بابلينج عشان يعمل شيكينج اكشن هون عشان يحسن من عملية التنظيف. هسه الزيتون مع المي راح يصير له اوفر فلو بعدين للكونفير بيلت اللي تحت. هون بتم في عمليات رينزينج من سبريرز, بتم استخدام بوتابل فريش ووتر. كونفير بيلت هون حيعمل درينج للرينزينج ووتر مع الريسايكلد ووتر للريزيرفوار اللي تحت, ثم الريزيرفوار راح يعمل عملية ريسايكل عشان نغسل الباتش اللي بعديها. Next. هون أهم تو بارامترز استعملناهم هم temperature of recycled water والليفل of water cleanliness, مدى نظافة المي والtemperature للcleaning water اللي استخدمناها. البارامترز الثاني نظرا لضيق الوقت ما غطيناهم في هذا البرزنتيشن بس موجودات بالريبورت تبع الاستدي. بداية خلينا نقول على temperature of recycled water. ممكن temperature تكون less or more, لازم نشتغل على temperature برينج معينة عشان نضمن أحسن quality وأحسن عملية تنظيف. بس إيش اللي ممكن تكون less؟ هذا السيستم ممكن يكون تكون من coils موجودة في الwashing basin أو بتكون موجودة بالreservoir. هاي الكويلز بندخل عليها heating water عشان نوصل لدرجة الحرارة المناسبة. بما إنه العملية البروسيس تاعت إنتاج الأوليف أويل غالباً بتتم في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, فعملية الهيتينج ضرورية هون. هسا إيش ممكن يعمل إنه temperature less؟
ممكن الهيتينج ووتر بتكونش شغالة على فلوريت كويس، أو تكون التمبريتشر تبعتها مش مناسبة، أو ممكن ما يفوت هيتينج ووتر بالمرة. هذا إيش أثر؟ ممكن يعمل قلل الإفكتيفنس لعملية الووشنج، وبرضه ممكن في العمليات اللي بعدها لما نوصل للميلينج والمالكسيشن تكون التمبريتشر عند المالكسيشن أقل من اللازم في بداية العملية، بعدين التمبريتشر كنترول سيستم هناك راح يصحح. أكشن، بدنا نستخدم إناث هيتينج ووتر في الكويلز الموجودة، إيش الممكن هسا يعمل أوفر هيتينج؟ بده يكون شو اسمه، ندخل هيتينج ووتر أكثر من اللازم على فلوريت أعلى من المطلوب أو على تمبريتشر أعلى، فهذا راح يعمل أوفر هيتينج. المشكلة هاي إنه ممكن يقلل من الكواليتي تاع الأوليف أويل برودكت لاحقا. هسا ليفل أوف ووتر كلينلينس، ممكن تكون الووتر المستخدمة بما إنه نعمل لها ريسايكل، إحنا قلنا إنه الووتر نعمل لها ريسايكل من الريزيروار، خلصنا من غسيل باتش وبدنا نغسل الباتش اللي بعديها، ممكن شو اسمه الووتر بدها تكون كونتامينيتد اللي بدنا نعمل لها. هسا في ممكن اكسبتابل ليفل انها تكون اوف ديرتينس، خلينا نقول هسا ممكن هذا الليفل يكون اقل من اللازم. هسا الاوبريتر لازم الوركرز كل فتره وفتره يبدلوا المي الموجوده بالريزيروار، عادة بيكون يوميا مثلا حسب الجدول اللي بتحدده الأوليف أويل ميل. هسا إذا ما تم تبديل المي حسب الجدول، ممكن هاي المي الملوث بالريزيروار تشتغل وتأثر عن عملية الغسيل هاي. برضو الواشنج سيكشن لازم يتم تنظيفه كل فترة وفترة حسب ما بتحدد الأوليف أويل ميل. إذا ما تم تنظيفه ممكن تكون في ملوثات موجودة بالبايبس وبالبامبس وسيديمنتس ممكن في الريزيروار، كلها بدها تأثر على نظافة الووتر المستخدمة في الغسيل وحيقلل من كفاءة عملية الغسيل. هذا كله ممكن في النهاية المي توصل للستيجز اللي بعدها محملة بكونتامينن تعمل عملية أكسدة في الأخير وتقلل من الكواليتي اوف أوليف أويل برودكت. نيكست، بعد عملية الووشنج هون حتفوت على عملية الميلينج. عملنا سيلكت لهامر، هامر ميل في الدراسة تبعتنا، هاي صورتها. نيكست، لهذا بستدي على الميلينج سيكشن. هون أعطينا اهتمام للسبيد اوف ميلينج، شفنا أهم بارامتر السبيد اوف ميلينج، لازم تكون فرنج محددة حسب صنف الزيتون اللي بنشتغل عليه طبعا، حتى نضمن كواليتي كويسة ونتجنب اوفر هيتينج او اوفر اكستراكشن للمواد الموجوده في الزيتون اللي ممكن تغير في طعم الزيتون في النهايه، تعمل مور بيترنس او تعمل شو اسمه ادر بانجن. هسه في حاله اذا كانت السبيد مور، هذا الكوز انه الاوبريتر هو اللي شغلها، هو عمل السبيد حطها على سرعه اعلى من اللازم، فكون كونسيكونس هذا ممكن يعمل اوفر هيتينج، زياده التمبريتشر عن الحد المطلوب، فبالتالي كواليتي ديجريديشن، او ممكن يخل اوفر اكستراكشن لبعض المواد في الاويل تاثر على الخصائص النهائيه للمنتج النهائي. البروسيس انديكيشن، الاوبريتر هو بده يشوف على اللوحه الخاصه بالمل انه السبيد اعلى من المطلوبه وبده يعمل ادجست لهي السبيد ويعدلها. الليس برضو الأوبريتر ممكن يخطأ برضو يحطها على سرعة أقل من المطلوب، النهاية راح يطلع عندي بيست مش ناعمة بشكل المطلوب، راح تطلع خشنة زيادة، هذا بيأثر على عملية الأويل كوليسنس، برضو راح يأثر في عمليات الماليكسينج واللي بعده راح يصعب من العملية، وبالتالي بصير في خراب في الآخر يعني. هذا الأوبريتر ممكن يشوفه على الميلر بانل ولازم يعدله. برضو إذا الماشين كانت طافية مش راح يكون في ميلينج، برضو إذا الأوبريتر ما شغلهاش في الوقت المطلوب بده شو اسمه يشغلها ويعمل أدجست على السبيد. نيكست، وصلنا للملكسيشن سيكشن، من هون راح يكمل معكم زميلي محمد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نكمل معكم زميلكم محمد السلام في الملك سيشن لملك سيشن سكشن. تكلمنا عنها في البي أند آي دي بالنسبة للملكسر وتحدثنا عنها. بس أهم نقطة فيها نذكر إنه في عندي ثيرموميتر بيراقب لي وبيحافظ لي على درجة حرارة الملكسر بتوين رينج طبعاً بيكون من 25 إلى 30. أند نيكست راح نتكلم عن الهازوب ستدي بالنسبه للملكسيشن بروسيس. بالنسبه للديفيشن او البارامتر المهمه اللي بدنا نتطرق لها، اول بارامتر هو التمبرشر اوف ملكسيشن. اذا كان انا عندي التمبرشر اوف ملكسيشن عباره عن ليس، بالتالي الليس هذا بيسبب عندي بروبلم في الكنترول سيستم، والنتيجه اللي راح يسببها ليس اكستراكشن للاويل، راح يقلل شو اسمه استخراج للاويل. بالتالي مين اللي بيلاحظ هذا الامر؟ بيلاحظ عند الاوبريتر. وبدنا عشان نعدل السبب اللي صار عندنا والخل صار عندنا بدنا نعمل شيك على الانسترومنت، يا اما بنصلح هاي الانسترومنت ونقلل عندنا كوست، او اذا اضطرينا بنبدل هاي الانسترومنت بوحده جديده. بالنسبه اذا كان عندي مور بالتمبرشر للملكسر كمان راح يصير عندي بروبلم للكنترول سيستم، وراح يسبب لي نتيجه انه هي راح يصير في ديجريديشن للكواليتي، راح تقل انا عندي ديجريديشن للكواليتي. وبالنسبه كمان للاوبريتر له شو اسمه الاوبريتر راح يصير في عندي هو اللي بيعمل انديكيشن عليها، هو اللي بيراقبها. وبالنسبه كمان نعمل شيك على الانسترومنت عشان نعدل او نصلح الخلل اللي صار عندنا، يا اما بنصلحها او بنبدلها. بالنسبه للبارامتر الثاني ومهم بالنسبه للريزيدنس تايم، اذا الريزيدنس تايم كان قليل بالتالي انا عندي الفالف اللي هو الفي 1، الفالف الفي 1 هو الفالف اللي طالع انا عندي من الملكسر، اذا كان فاتح او فتحته بدري بالتالي انا يصير في عندي ليست للاويل اكستراكت، وبالتالي انا صار في عندي ليست للريزيدنس تايم، بالتالي انا في عندي مين اللي بيعمل لي انديكيشن لهذا الامر اللي هو البرودكت لما بيطلع الزيت، لما بيطلع بيصير في الكوانتيتي تاعته بتقل. عشان انا اصلح هذا الامر بدي اعمل ريسايكل للبيست اللي هو العجين اللي في الملكسر او اللي صار له خلط، برجعها للميكسر مره ثانيه وش اسمه وعشان يطلع عندي البرودكت او بتتم العمليه بشكل مناسب. اما اذا كان ريزيدنس تايم عالي فالفالف اللي طالع عندي من الملكسر وسميناه بالفي 1 بالبي اند اي دي فتحناه متاخر، بالتالي الكواليتي للاويل صار لها ديجريديشن. طيب شو اللي صار في عندي او شو الانديكيشن اللي انا خلاني اعرف انه صار في عندي مور بالريزنس تايم؟ الكاركترستيك للاويل قل تغيرت انا عندي، بالتالي صار في عندي شيء زايد شيء ناقص، وبالتالي ما صار في عندي تمت العمليه بالشكل المناسب. طيب انا الاكشن هون ما بقدر انا اعدل عليها، نو اكشن ريكوايرد فور ذيس باتش، انا ما بقدر انا اعدل هون او ما بقدر اصلح الغلط، فبضطر اني اخذ هذا الزيت بالجوده الاقل. بالنسبه للبارامتر اللي بدنا نحكي له بالملكسر او بالملكسيشن بشكل عام اللي هو الكليننج افتر ايتش باتش، اذا كان ما عندي كليننج من مره فبالتالي انا السبب اللي ما صار فيه الكليننج يا اما بيكون في عندي وركر اللي هو العامل انا ما عمل كليننج كلين للملكسر، هي اول شيء. ثاني شيء ممكن يكون في عندي جهاز بيعمل كليننج، فبالتالي انا بدنا نحدد السبب، والسبب يا اما وركر او في عندي جهاز بيعمل كليننج ما عمل كليننج او صار فيه خلل. بالتالي شو راح النتيجه اللي راح يسببها؟ اكيد الكواليتي صار لها ديجريديشن فور اول فور ذا نيكست باتش، لكل باتش اللي بعده راح يصير في عندي ديجريديشن للكواليتي. طيب شو اللي خلاني اعمل انديكيشن عليها؟ اللي هو الكاركترستكس للاويل انا عندي تغير. طيب شو بدي اعمل؟ بدي ارجع انظف الملكسر بعد كل باتش. نيكست يا محمد. بالنسبه لاخر قبل الاخير هو سنترفيوغال سكشن. السنترفيوغال سكشن بيتكون عندي من شو اسمه من شكلين، اول شكل هو عباره عن التو فيس سنترفيوغ اللي هو الديكانتر، هذا الديكانتر انا بدخل الفيد، والفيد هذا من وين جاي؟ الفيد بيجي انا عندي من بعد الملكسر، بدخل انا عندي على التو فيس سنترفيوغ، وبالتالي انا بفصل انا عندي السوليد وبفصل عندي الليكويد. طبعا السوليد بيطلع عندي والليكويد اللي هو بيتكون من عندي اويل ووتر بده يروح وين؟ على ديسك سنترفيوج، والديسك سنترفيوج بيفصل عندي الاويل عن الووتر، الاويل بيطلع عندي كبرودكت، والووتر اللي هو ميه الزبار بنطلعها على اوليفز ميل ووتر تريتمنت بلانت، فبالتالي راح نتخلص منها بطريقه اخرى. نيكست محمد. بالنسبه للهاز بستدي على سنترفيوجال سكشن، فبالتالي انا عندي تو سكشن، اول شيء اللي هو التو فيس سنترفيوج وعندي ديسك سنترفيوج. بالنسبه للتو فيس سنترفيوج الديفيشن هو البارامتر اللي انا بدي اياها اللي هو السبيد، اذا كان عندي مور سبيد ما
معناته السبب اللي خلى مور سبيد هاي تحدث اللي هو الأوبريتر ما أعطاني السبيد المناسب لهذه العملية. شو راح ينتج عندي؟ راح يصير في عندي excessive energy consumption، في التالي أنا صرت عندي energy زايد. بالنسبة للإنديكيشن أنا إيش؟ أنا لاحظت على الكنترول بانل للسنترفيوج، فبالتالي مين بلاحظ الأوبريتر، فبالتالي الانسترومنتيشن أنا كان عندي أو البراقب كل هاي الشغلات الأوبريتر، فبالتالي أنا عندي المعصرة بتشتغل على مش أوتوماتيك، بتشتغل على مانيوال كلياته بتحكم فيها الأوبريتر، فبالتالي أنا شو كيف بدي أضبط الأمر؟ بالتالي بعمل adjustment للسبيد، بعدل السبيد عندي. بالنسبة إذا كان عندي لست سبيد أكيد كمان الأوبريتر هو اللي ما أعطيني السبيد المناسب، ممكن يكون كمان الجهاز صار في عندي خلل أو السنترفيوج أو نفسه صار في عندي أو الديفايس صار في عندي خلل فيها ما أعطتني السبيد المناسب. طبعا شو راح ينتج؟ راح تنجي السيبريتر ما راح يصير بيرفكت، بالتالي مين شو اللي خلاني أعمل إنديكيشن عليها؟ الكنترول بانل بين عندي السبيد وبعمل أدجستد للسبيد، وبالتالي أنا عندي نجي للسكشن الثاني هو الديسك سنترفيوج، بالتالي عندي باراميتر الأول هو اللي عندي مور سبيد، بالتالي الاوبريتر ما اعطاني السبيد المناسب، كمان بالليست سبيد الاوبريتر ما اعطاني السبيد المناسب، بالتالي اللي راح ينتج لي بالمور سبيد اللي هو الاكسسيف للانرجي كونسمشن. بالنسبه للليست سبيد راح ينتج انا عندي سيبريتر ما راح تكون فصل تاب، وبالتالي في عندي سمول بارتكلز ما راح يصير فيها شو اسمه كومبليتلي بيرفكتلي بالنسبه للسيبريتر. بالنسبه للانديكيشن اكيد ايش على الكنترول بل كله كان بيتحكم فيه عندي. بالنسبة للأكشن اللي هو كيف بدي أصلع العلة اللي صارت عندي بعمل أدجستد للسبيد. نيكست محمد. بالنسبة لآخر إشي اللي هو الستورج تانك، بالنسبة للستورج تانك بيدخل عندي علي الأويل. الأويل هذا طالع من الديسك للسنترفيوك، وبالتالي أنا بدي أخزنه بستورج تانك، بالتالي بوفر أنا عندي وقت، بوفر عندي كوست لصاحب المعصرة، ما بدي أجيب عامل يوقف عند الديسك سنترفيوج، وبالتالي بحط تانك وبخلي الزبون او صاحب الزيت اللي هو الزيت زيته شو اسمه بيشتغل فيه على كيفه وشو اسمه بيعبيه بالكنتورن زي ما بده، بالتالي ما في انا عندي مشكله انه الاويل هاي وين بتروح فيها، بالتالي بحط انا ستورج تانك وبعبي الزيت في التانك. بالنسبه للفالف هذا بالاصل يكون تحت، بالتالي انه البرنامج اللي عملنا عليه البي اند اي دي ما سمحنا نحطه تحت، بالتالي حطيناه فوق وحكينا راح نتطرق لهي المشكله لهي السبب. نيكست محمد. بالنسبة للهازو بستدي للستورج تانك، في أنا عندي بقدر أنا أعمل كنترول للليفل، طبعاً الليفل هذا كيف بدي أعمل كنترول؟ بالأوبريتر هو بيعمل كنترول، يا ما بسكر الفالف أو بفتح الفالف، بالتالي لما يصير عندي مور للليفل، بالتالي أنا شو السبب؟ إنه الفي 2 اللي هو الفالف اللي طالع من الستورج تانك كان مسكر، كيف بدي أعدل هاي؟ شو اللي راح يصير عندي؟ صار عندي أوفر فلو، بالتالي شو الإنديكيشن؟ الأوبريتر لاحظ إنه اللي صار في عندي اوفر فلو للهذا، بالتالي بدي يروح يفتح الفالف نمبر 2 اللي هو الفالف طالع من الستورج تانك، بالتالي انا اذا صار في عندي نو ليفل اي يمكن يصير في عندي الستورج تانك صار الربشر او انه شو اسمه الفي 2 تركناه فاتح اثناء عمليه السيبريتر، بالتالي الزيت كله راح يعمل له ايش سبيلنج للاويل، بالتالي شو الانديكيشن؟ اكيد الاوبريتر له دخل. بالنسبه للمعصر اللي اخترناها واشتغلنا عليها الاوبريتر كان له كله له كل الشغل، بالتالي كيف بدي انا اصلح هذا الامر؟ اذا كان في ربشر بدي اضطر اني اغير التانك، واذا كان في عندي تركت الفالف الثاني فاتح بالتالي بدي اضطر اني اسكر الفالف نمبر 2. نيكست محمد. هاي الريفرنس اللي اخذنا منه المعلومات تبعتنا، بالتالي انا بلاحظ انه الاوبريتر له 95% من الشغل اللي قاعد بيصير بالمعصره اللي احنا اخترناها وتطرقنا لها. يعطيكم العافيه يا رب. طيب الله يعافيكم، بدي بس اخذ دقيقة، عندي شغلة بدي اسويها وبرجع لكم ان شاء الله دكتور. طيب يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك دكتور. أخذت نفس الوقت اللي زملائكم أخذوا، يعني التايمينج مش مظبوط لا عندكم ولا عندهم. يعني البرزنتيشن كويس، يعني خلينا نبدأ بالشيء اللي كويس، لازم أعلق على التايم يعني، بس البرزنتيشن كان برزنتيشن إز جود. واضح إنكم اشتغلتوا على ما يسمى تو فيز ميلز، الميلز اللي بتشتغل على اساس بالديكانتر الاصلي الاولاني. مضبوط دكتور، في تو فيز في 3 فيز. اه
واللي عندنا في الأردن هو الثري فيز. للعلم يعني أنا ما حددت، فبالتالي يو ار اوكي يعني أنتم في السليم، يعني أنا ما قلت لكم تو فيز ولا ثري فيز، بس للعلم إلكم وللجميع طبعا، الملز اللي عندنا في الأردن الغالبية العظمى منها شغالي ثري فيز، ولما بيشتروا ديكانتر ديزاين تاعه تو فيز عندنا الشغيل اللي عندهم ناس يعني شاطرين بيحولوها لثري فيز، بعرف ايش كيف بس بعرف انه بيحولوها اذا اشتراها تو فيز، لانه هذول بيشتروا يعني عاده ديكانترز مستعمله، فبدوروا على الرخيص وبيضبطوا بناء على الخبرات تاعتهم. هاي معلومات خاصه انا بعطيكم لانه انا عندي خبره في المواضيع هاي. رجعوا لي بالله على البي اند اي دي. قبل ما أنا أبدأ بالأسئلة تاعتي أو التعليقات الأخرى، في حدا من الطلاب بحب يسأل سؤال؟ يعني نعطيكم الفرصة أنكم تسألوا أنتم كمان. نوب. طيب ماشي. لاحظوا هاي الفلو دايجرام يعني ظهرت فيه تفاصيل أكثر من الفلو دايجرام اللي زملائكم اللي في الجروب الاول حطوه، which is good. يعني شو كنت بدي احكي انا عنه؟ كنت احكي انه this is a two phase process وليس a three phase، بس علقت عليها قلت انه انا ما ذكرت لكم انه to do it on a three phase، ما عندي مشكله two phase three phase is fine. لاحظوا بالseparation section اول unit الشباب هون حددوا انه المفروض عندي اوليفز وبطلع تو اوتبوتس، واحد منهم الاوليفز اللي يسموها تكست، ما بعرف ليش يسموها تكست. هاي بالغلط دكتور، هاي بالغلط دكتور من البرنامج. البرنامج البرنامج ما في يوزر للبرنامج. هاي دكتور هاي التكست يعني نص، هاي جينا بدنا نحط النص التالي انتبهنا له لما جينا نعمل البرزنتيشن انتبهنا لها. ناسين تحطوا، ناسين التكست، ناسين نحط النص، مش مشكله. التعليق يعني تعليق ايجابي عندي انه حاطين انه بيطلع عندي سوليدز اوكي بالسيبريشن سكشن. الان هذا السوليدز في حدا فيكم ذكر حجار؟ الحجار ما بتطلع بهذا السكشن، بتطلع بالواشنج سكشن، لانه هون بكون عنده انتم حتى حطيتوا في عندكم بلور، البلور هواء، الهواء بشفط الليفز لانها اخف وزنا فبشفطها. الأثقل وزنا اللي حبة الزيتون ما بخل. تنزل تحت، لا ما بخلها، بتضلها بتضلها على دكتور. المقصود انه هنا من باب اولى، من باب اولى انه الحجر ما يشفطوش، لانه الحجر دكتور الحجر لا لا المقصود دكتور هنا في عندنا اللي هو بالفايبريتنج سكرين الموجود هنا بيطفي زي السيبريتنج سكشن. ما هو هذا بيجي بيجي بعد الواشنج. لا دكتور اللي هو هنا في البداية اللي هو الـ separating section اللي هو هاي دكتور قبل دكتور ما نعمله، قبل ما نعمله غسيل بالمي، قبل ما نعمل واشنج هاي هون to the washing لسه دكتور. ماشي ماشي، معناها السيستم تاعكم معمول انه برضو يخفف حجار بالمنطقة هاي، بالمنطقة هاي بعدين. طيب. مزبوط دكتور. طيب الان الحجار كيف بدها تنزل من، خليكوا على البلت تمام. طيب. ايوه خليكوا هلا الـ الـ الزيتون مر على بلور، وين البلور موجود؟ البلور اي دكتور. بالتالي هون مرق عندنا الورق، البلور اخذه بده يطلع هالساعي. طول بالك طول بالك. هلا السكشن اللي على اليسار اللي هو روتيتنج سيلندر فلتر اوكي ولا سيفتر؟ سيفتر دكتور، سيفتر. طيب ماشي، شو اللي بيتم عندنا هون في هذا الجزء؟ بتم غربلة، بيكون هاي السيفتر بيرفوريتد، بتنزل الزيتون وبتترك المواد الأثقل من الزيتون فوق زي أغصان وأحجار ومواد أخرى. بيكون الدكتور زي مخرمة زي شو اسمه زي الشبك. طيب هلا الحجر اللي حجمه زي حبة الزيتون مزبوط، هذا بده يروح على الواشنج سكشن اللي بعد هاي. ما بيطلع هون، هون بيطلع الحبة ليش الكبير الأكبر حجما هو اللي بيطلع. مزبوط مزبوط دكتور، مزبوط دكتور. والزيتون والأغصان بتكمل لأنها أخف وزنها، لأن وزنها أخف. مزبوط دكتور. طيب بس من التوضيح. طيب
روحوا على الاستخول بالله شوي أشوف إذا في إشي ثاني هون عندي هون. لا أنا هاي كنت ما عنديش مشكلة فيها. روح على البلور. على الجدول تاع الهازم. أوكي. لما نيجي على الـ separation section number one flow of blowing air تحتيها less causes the blower operates at low flow rate. هلا القصد بالفلو ريت هنا ايش هو؟ الهواء دكتور، الهواء بيدخل. ايوه هلا اللي البلور لا يقال is operating at low flow rate لأنه الفلو ريت للهواء هو الأوتبوت تاعه. It is not a cause. المقصود إنه البلور معمول له adjustment يشغل عفلو أقل من هذا. لما تقول الكوز بتحكي السبب. سبب إيش؟ سبب إنه عندك less air flow. فلا يكون السبب إنه هو نفسه الظاهرة. يعني بصير then what is causing the output of the blower إنه يكون low flow of air output of the blower. شو اللي مخلي الهواء كميته تكون أقل طالعة من البلور؟ لا يقال low flow rate، وهذا السبب. عفوا هذا هذا مش سبب، هذه الظاهرة نفسها الديفيشن. فوات هون قصدين المشكلة إنها الكوز من البلور نفسه شغال على المطلوب. البلور دكتور يعطيني the blower at low flow rate مش flow rate، لانه البلور مش الفلو ريت هو للهواء اللي طالع. It is not a cause, it's a result, it's a deviation. شو اللي بخلي كميه الهواء تكون اقل او اكثر؟ ها هون نتحدث عن الكوز. What is causing the air output of the blower to be less than desired؟ انا دكتور احنا هون كان قصدنا انه البلور بيشتغل على فلو ريت واطي، عشان هيك زيادة اللغة هون كي كانت المشكلة. ماشي، شو يعني اللي بيخلي شو اللي بيخلي يعطي low flow؟ هذا الكوز العمود تاع causes اللي هو what is causing the blower to deliver low أو lower quantity of air. دكتور فهمنا عليك. دكتور ما عرفنا نصيغ الجملة يمكن. لا ما مش عارفين لحديت هلا، ما حدش أعطاني السبب. السبب دكتور بيكون في عندي مو بتكون فلوريت، عندي بامب بدخل الفلوريت صح، بيكون في خلل بالبامب نفسه او الافيشنسي إلها. مش بامب، هذا بلور مروحه. بلور هو في الخلل في المروحه، المقصود انه شغال مع باور اقل فصار يعطي فلوريت اقل من اللي. بمعنى اخر لحديت هلا ما حدش اعطاني الكي وورد. It is working at low speed. دكتور لو سبيد، مشان هيك بيعطينا اللو فلوريت. هذا احد الاسباب، واحد من الاسباب انه سرعة الار بي ام تاعه نازل. اوكي هلا ليش نازل قضيه ثانيه. اوكي بس اللي بيعطيك ليس اير لو سبيد، هلا شو اللو سبيد سببها؟ اوكي مثلا المحرك الكهرباء تاعه صار خربان ضعيف whatever. ممكن كمان لو فلو مش لأنه low speed. أنتوا إذا بتشوفوا البلاورز الصناعية الانبوت تاعها له مدخل للهواء، شو بيكونوا حاطين على المدخل؟ فالف؟ لا مش فالف، بيكونوا حاطين فلتر. ما بدكش يفوت مع الهواء مثلا زبالة دست أو دست أو إيش زي هيك، بيكون في فلتر. فهذا مزبوط. الفلتر مع الزمن بيصير فيه له احتقان سكر، فبالتالي حتى لو السبيد كما ينبغي بتلاقي فيش هواء طالع، بتعرف دغري انت الخط مسكر. شو اللي مسكره؟ الغبرة والوسخ اللي فاتي على البلور على خط الخط الانبوت تاعه اللي هو جاي من الاتموسفير، وبالتالي هذا ممكن يكون مسكر او فيه تسكيرات. فبصير الفلتر او الانلت لاين للانلت اير لاين للبلور في بلوكج، اما كومبليتلي او بارشلي، عاده بيكون بارشلي. اوكي فبالتالي الكوزز هاي يعني مش مضبوطه ككوز. اوكي اخر واحدة صح، نو فلو البلور از سويتشد اوف يس. واحدة ثاني الاير لاين انبوت تو ذا بلور از بلوكت مثلا، هذا كوز اخر.
طيب ماشي، خلينا نروح على ال على الواشنج سكشن. بالله كم بقي معنا وقت؟ انه مش عم تطلع الساعه عندي. اربع دقائق. طيب كويس. انا شوف، انا خبرتي بالثري فيز سيبريشن وليس التو فيز. التو فيز هل في انتم عندكم ذكرتوا انكم بتسخنوا في الواشنج؟ نعم. المي لازم تكون شوي. انا اللي بعرفه بتكون، انا بعرفش على التو فيز، بس بالثري فيز التسخين بصير في المالكسنج. هون دكتور احنا اخذنا يعني انه او شفنا انه في مناطق اللي هي بيعملوا عمليه الـ يعني الاكستراكشن للاويل عند درجه، يعني بتكون عندهم درجات الحراره قليله، يعني مثلا 12 ل 14، فبيعملوا عمليه تسخين للاوليفز يعني عمليه الواشنج مشان انه يسهل عمليه الميلينج والمالكسيشن. اذا هم بيعملوا هيك خلاص انتوا يو ار ريبورتينج وات اذرز ار دوينج، ما في مشكله عندي. بس هو اذا بنفكر فيها شوي صغير، انا بدي اسخن لما امعس حبه الزيتون لانه هناك بدي يسخن. هلا اذا انتم جبتوا المعلومات هاي من مصادر ما في مشكله، اما اذا كان اجتهاد منكم فهو يعني خطا. هو من مصدر ايطالي هناك صنعوا زيتون برضه. خلاص هم بيشتغلوا هيك معناها ما في مشكله. روح لي على الملاكسنج. هون لاحظوا الووتر جاكيت، هون عملية التسخين الرئيسية عندنا في الأردن. هون التسخين بتم، بالواشنج ما في تسخين. والتسخين مش 25 ل 30%، بيعتمد على هل المعصرة بدها تعمل الشغل تاعها على الكولد بريسنج والكولد العصر على البارد ولا العصر على الحامي. لا في الأردن عندنا معظمه وليس كله عصر على الحامي، وبالتالي ما بيشتغلوا على 25 ل 30 درجة، بيشتغلوا على 40 درجة. مو دكتور كل معصر لها شكل، فأنت لما صحيح مصدر معين تصير تاخذ معلوماتك منه. بعطيكم معلومات لكم يعني. فهمت علي دكتور. انتم مش خبراء معاصر زيتون، بس على اساس تعرفوا البلد هون كيف شغالي. هاي 25 30 درجه ما بيشتغلوها. طب ليش ما بنحب نشتغل على اللو تمبرتشر؟ بنحب نشتغل على هاي تمبرتشر او هاي لو تمبرتشر انتاج اقل. واحد يحكي انتاج اقل على اللو تمبرتشر. بيطلع انتاج اقل. طب ليش لكان بيشتغلوا على اللو تمبرتشر اذا بيعطيني انتاج اقل؟ يعني مش اقتصادي. لو تمبرتشر كواليتي اعلى. نعم كواليتي اعلى. محمد سلامه. نعم دكتور. كم بقي لنا وقت؟ دقيقة. دقيقة ونص. طيب كويس، نكمل آخر نقطة مع محمد سلامة. روح على السكشن اللي أنت حكيت عنه اللي هو السنتريفيوج. روح يا محمد. هلا في حديثك الشفهي كررت كلمة بيرفكت وبيرفكتينج وبيرفكشن مرتين. ما في بيرفكت. دكتور هاي شو اسمه كانت بالهازب ستدي، بالله انزل على الهازب ستدي محمد. ما في شيء اسمه بيرفكت. Not perfect اللي كنت تحكي. ولا حتى not perfect. ما هو not perfect يعني انت you are seeking perfect. يعني 100%. ما في 100%. لحظة 100% غير عن perfect. بعدين برضو عندنا ما في اشي اسمه 100% في الشغل تاعنا. احنا شغل صناعة. فبالتالي بتصير تقول مثلا better يعني الفاظ اخرى. وليس كلمة perfect قوية جدا. دكتور يعني متى بقدر احكي بيرفكت ولا فيش الحكي هذا الا لا 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 حتى لما بصير عندك what we call perfect separation is never perfect الا يضل توالي. خلص تمام. فبالتالي بتقول excellent separation, good separation, as desired, كما هو مطلوب, whatever يعني. بس ابعد عن كلمة كامل او الكمال او البيرفكشن. هاي الفاظ قوية نتجنبها. يعطيكم العافية. طيب نفتح زوم جديد للزملاء كل بعديكم.